السؤال الأول في هذه الحلقة سؤال لطيف، ما حكم الوجود في عالم افتراضي VR؟ تلبس نظارة وتدخلك في عالم آخر، لكن السؤال صيغته تضع الجواب على لسانك. يمارس فيه الإنسان المحرمات من زنا أو لمس أجنبي أو شرب مسكر ونحوه، ويستشعر فيه كامل الأحاسيس التي تكون في الواقع. أنا أعتقد أن صياغة السؤال على هذا النحو أغنتنا عن الجواب، لأن الجواب سلفا واضح، إنسان يستخدم هذه التقنية ليمارس فيها المحرمات بل الكبائر، ويستشعر كامل الأحاسيس التي تكون في الواقع، فالقول بالحرمة مقطوع به ولا ينبغي أن يختلف في ذلك ولا أن يختلف عليه. لكن السؤال، تصحيحا للسؤال، كان ينبغي أن يكون أعمق، ما حكم نظارات العالم الافتراضي بصفة عامة كوسيلة محايدة تستخدم في هذا المجال أو تستخدم في ذاك؟ نقول إن نظارات الواقع الافتراضي نظارات تمكن لابسها من مشاهدة الأشياء برؤية دائرية 360 درجة كاملة للعين، وبتقنية الأبعاد الثلاثية 3 dimension، وتجعله يرى الألعاب والأفلام كأنه في داخلها. هذا المقصود بعالم VR. لا شك أن هذه الوسائل محايدة، يتوقف الحكم عليها بحسب ما تستخدم فيه وبحسب ما يترتب عليها من مصالح ومفاسد. الحكم على هذه التقنية يتوقف على معرفة آثارها ومعرفة طبيعة استعمالها، ولا يمكن للفقيه أن يتبنى موقفا نهائيا تجاه هذه التقنية حتى يتبين أمرها وحتى تكثف الدراسات الموثوقة على مستعمليها. لكن في شروط عامة ينبغي أن نتدارس حولها من حيث المبدأ للحكم بمشروعية استعمال هذه النظارات. أول شرط، ألا تستعمل في مشاهدة المحرمات كالأفلام الهابطة المشتملة على الصور الخليعة للنساء ونحو ذلك من مشاهد الزور بصفة عامة. الوسائل لها أحكام المقاصد، المقصد إن كان سيئا تكون الوسيلة إليه محرمة وممنوعة، والمقصد إن كان حسنا لا يجوز أن يتوصل إليه إلا بوسائل مباحة ومشروعة. ليس عندنا قضية الغاية تبرر الوسيلة، لا، لابد من مشروعية الوسيلة كما أنه لابد من مشروعية الغاية. وإن التي تزني لتنفق على يتامى نقول لها أمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، الله غني عن صدقتك من حيث المبدأ. فالوسائل لها أحكام المقاصد، المقصد إن كان سيئاً الوسيلة إليه محرمة وممنوعة، وإن كان حسناً فلا يتوصل إليه إلا بوسائل مباحة. ولهذا نؤكد على تحريم استعمال النظارات في مشاهدة المحرمات. الأمر الثاني، السلامة من الضرر الصحي بدنيا ونفسيا، فإن ترتب على استعمالها ضرر على النفس أو البدن، العين، القلب، الدماغ، فإنها تكون محرمة. لحديث أبي سعيد الخدري، لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه. وقصة لطيفة رواها الإمام مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض مصرف مياه، وأراد أن يمرره في أرض محمد ابن مسلمة، فأبى محمد. قاله الضحاك، لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب بها أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد. فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب
فدعا عمر محمد ابن مسلمة وأمره أن يخلي سبيله، سيبه يا أخي يمرر. قال له لا. قال عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد لا والله. فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك، والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك دفعا للضرر غير المسوغ الذي أراده محمد بن مسلمة، غفر الله للجميع. الأمر الثالث ألا يؤدي استعمالها إلى إدمان اللعب والاستغراق في المباحات. الترويح مقبول لكن يكون ساعة وساعة. إن في ناس تستغرقهم تستعبدهم، يجلس أمام الساعات الطوال يفني أعماره ونفائس أوقاته في مشاهدة هذه الأيام المشاهدات. في حديث يعني حنظلة ابن الربيع الأسيدي أحد كتاب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ فقال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، كان شايفين الجنة والنار قدامنا. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فارغ مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تستغرقنا الدنيا وتستوعبنا وتستهوينا. قال أبو بكر فوالله لنلقى مثل هذا، ده برضو بيحصل معايا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال وما ذلك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الكلام الجميل النبوي، والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. لو حافظت على المستوى على طول كانت الملائكة تصافحك في الطرقات ودخل البيوت. نعم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. استغراق في هذه الأمور وإن كانت مباحة في الأصل إلا أنها منافية للغاية التي خلق الإنسان من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون، لا والله إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا من إهدار العمر فيما لا طائل تحته. في حديث أبي برزة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أيضا استغراق في هذا والإدمان فيه من الإسراف المحرم، والإسراف مجاوزة الحد في استهلاك المباحات من المبالغة في الترفه بها. ابن عبدين الحنفي يقول الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي. والسرخسي في المبسوط يقول وأما السرف فحرام لقوله تعالى ولا تسرفوا، وقوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فدل هذا على أن الإسراف والتقتير حرام وأن المندوب إليه ما بينهما، فإن خلت عن هذه المحاذير كانت على أصل الحل وإلا حرم استعمالها، والله تعالى أعلى وأعلم. لا يدخل في هذا المقام هل التصوير جائز ولا مش جائز، في فرق
بين من يصنع الصورة وبين من يشاهدها. حكم المشاهدة أوسع من حكم صناعة الصورة من حيث المبدأ، تحكمه تفصيلات فقهية.